ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور الانتقال الواجب وهو الجهاد إذا تعين على الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم النفير، والنفير هو مغادرة المكان إلى مكان آخر، إذا طلب منكم الخروج للقتال في سبيل الله فإنه يجب عليكم عند ذلك النفير والخروج طاعة لله وطاعة لرسوله. وهذا فيما إذا عين الإمام، إمام المسلمين عين رجلا للخروج في سبيل الله للجهاد في سبيل الله، فهنا يكون الجهاد واجبا، والجهاد فرض كفاية في الأصل، لكنه يكون واجبا عينيا في أحوال، منها الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي الاستنفار، وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب منكم الخروج للقتال في سبيل الله إما لقوة فيكم أو لخبرة أو لميزة أو لحاجة، فإنه عند ذلك يجب ويتعين الخروج للجهاد في سبيل الله. أيضا من الأحوال التي يجب فيها الجهاد عينا أن يحضر الصف، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وأيضا مما يتعين فيه القتال إذا دهم العدو بلاد المسلمين، فهنا يكون الجهاد واجبا. هذه هي الأحوال الثلاثة التي يكون الجهاد فيها واجبا على الأعيان، وما عداه فالأصل فيه أنه فرض كفاية.